الخير على حضراتكم واهلا بكم. من 30 يونيو وحتى 3 يوليو او ما اطلق عليه تحديدا يوم الخلاص، كلنا بنحتفل بذكرى قريبه جدا من قلوبنا. بنحتفل لاننا فخورين جدا بانفسنا، فخورين باننا لم نرضخ لتنظيم اشتهر عنه التخفي في الزي الديني من سبحه وعمامه، وفي الاساس بيمارس فساد كبير جدا في كل تحركاته. على مدى عام كامل من 29 يونيو 2012 وحتى ثورة يونيو 2013، عانى المصريون من تغول نفوذ التنظيم السري للإخوان اللي أصبح بيمارس أعماله على ملأ الجميع، فضلاً طبعاً عن مزاحمة الكفاءات والشخصيات المميزة جداً على مقاعد الوظائف العامة، بعيداً بقى عن الخبرة والقدرة على الابتكار، لكن كان من خلال الواسطة ودرجة القرابة والولاء لقيادات التنظيم الإخواني. وزي النهاردة خرج الرئيس المعزول مرسي ليعلن تشبثه بالحكم وعدم الرضوخ لمطالب الشعب المصري، فانطلق الشعب بمظاهرات شعاروها يسقط يسقط حكم المرشد، ليأتي يوم الخلاص 3 يوليو. الحقيقة كل واحد فينا عنده ذكريات لا تنسى في هذا اليوم، كلنا شاركنا، كل شارك بطريقته. الملفات الصحفية كمان اللي بدأت تكتب عن هذه الذكريات اللي انتشرت طبعا في 30 يونيو، ملحق خاص جدا أصدرته جريدة الأخبار، الحقيقة من أكثر الجرائد المميزة جدا في هذه الثورة وفي هذه الذكرى تحديدا، الذكرى السابعة، كانت جريدة الأخبار. لأن هذا يعني زي ما حضراتكم شايفين العنوان الاختيار، لأن كلنا اخترنا ما بين أن احنا نرضخ إلى الظلم والهوان وأن الدولة تضيع، أو أن احنا نتشبث بدولة قوية قادرين كلنا أن احنا نفتخر بيها أمام العالم أجمع. فكان اختيارنا أن احنا نتمسك بأرضنا قوية، ونتمسك بأن احنا لابد أن يكون لنا رئيس يمثل الشعب المصري بأكمله، ولا يكون يمثل العشيرة والتنظيم السري للإخوان. فكانت يوم الخلاص 3 يوليو اللي كلنا الحمد لله بنفتخر بهذا اليوم ومش ممكن أبدا ننساه. 9 تحديدا، الساعة 9 تماما، عندما خرج الفريق في ذلك الوقت وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وأعلن أهداف الثورة أنها نجحت، وأن القوات المسلحة استجابت لمطالب الشعب المصري العظيم. كلنا لازم نفتخر بأنفسنا لأن احنا كلنا كنا شركاء في بناء هذا الوطن من جديد. اسمحوا لي أرحب برئيس التحرير الخاص لجريدة الأخبار، وأحييه طبعا على هذا الملحق الخاص جدا عن ثورة 30 يونيو، الصحفي الكاتب الصحفي الكبير خالد ميري. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذة، أهلا بيكي وأهلا بكل السادة المشاهدين. خدت كم وقت عشان تعملوا الحاجة الفخمة دي؟ الحقيقه الملحق ده خد مننا مجهود 3 أسابيع كامله، من اول ما فكرنا فيه بدايه للقواد الضخم اللي شارك به زميلنا احمد جلال مدير عام المؤسسه في الجانب الاداري. ثم حضرتك عارفه اخبار اليوم مدرسه من ساعه ما انشاها اساتذتنا الراحلين مصطفى امين وعلى امين، مؤسسه بتؤمن بالشباب ودور الشباب وقدره الشباب. عشان كده كان الاختيار من الاول ان احنا كمان الشباب هم اللي يتولوا الاشراف على الملحق، زمايلنا احمد زكريا وروحية جلال، ثم شباب يتولوا الاخراج والتنفيذ بالكامل. فهو ملحق شبابي بالكامل يعبر عن ثوره كانت وما زالت شابه داخل قلوبنا جميعا. بس حضرتك كمان لعبت دور مهم جدا في هذا الملحق، يعني قمت بدور الصحفي بقى مش رئيس التحرير بس، ورحت عملت حوار يعني لقى صدى كبير جدا، حوار مع النائب العام في ذلك الوقت المستشار عبد المجيد محمود، ولاول مره يتحدث عن كواليس هذا الوقت. بصرف النظر عن اللي اتقال، انا عارفه ان هو تحدث عن حسام الغرياني وتحدث عن المستشار احمد مكي والظلم الذي عاناه في ذلك الوقت، لكن الكواليس التي لم تكتب، اللي لما حضرتك كنت موجود قدامه كنت بتشوف ملامحه، كنت بتشوف عينيه، كنت بتشوف اكيد دمعه كانت موجوده، كنت بتشوف الم ومراره في كلامه. اوصف لنا بقى الكلام ده، واوصف لنا الكواليس اللي لم تكتب في هذا الملحق. الحقيقه يعني في الحوار ده تحديدا المستشار عبد المجيد محمود اثر الصمت من لحظه حصوله على الحكم القضائي يوم 30 يونيو في يوم الثوره، وعودته لمنصب النائب العام، ثم تفضيله أن يستقيل من هذا المنصب لأنه تحقق ما أراد بانتصار استقلال القضاء
ويعود الى القضاء العادي، وبعدها سافر الى دوله الامارات العربيه المتحده الصديقه ليظل هناك حتى الان عضوا بالمحكمه العليا. هو ما زال هناك. انا يمكن عشت هذه الفتره وانا كنت امين صندوق نقابه الصحفيين، كنت على علاقه وطيده بالراجل، فعشت مع الراجل هذه المحنه التي مر بها الرجل ومرت بها مصر باكمله حتى انتصرت اراده الشعب يوم 30 يونيو. احنا اجرينا الحوار عبر التليفون وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخد من الحوار ده كمان تحديدا، خد مني والمستشار عبد المجيد محمود تقريبا اسبوعين في مداولات ومشاورات مستمره، لانه كان بيحكي تفاصيل تمس اشخاص بعيونهم. يعني ما كانش عايز يعني يعمل حوار، ولا كان كل ده يعني بتحاول تاخد منه معلومات اكتر؟ هو اقناعه بالحوار خد اكتر من شهر الحقيقه. لانه كان بيصمم على انه يظل صامتا ولا يتحدث، حتى اتفقنا بانه لا يجوز ان يتحدث، وبان مناسبه الثوره العظيمه واحتفال الشعب المصري بالذكرى السابعه لا تستحق ان يتحدث هذا الرجل الان، لانه ما زال شاهدا حيا على وقائع ناس كثيره ما تعرفهاش، على مخطط كامل لاخوانه القضاء، ناس كثير ما تعرفش تفاصيله، وهو كان جزء رئيسي من هذا المخطط، وكان جزء رئيسي، وكان المستهدف رقم واحد داخل السلطه القضائيه في هذا الوقت. اقتنع الرجل بالحديث، ثم بعد ذلك ظللنا في مداولات مستمره حتى نتاكد من دقه كل سطر تمت كتابته، لانه بيتناول اشخاص بعينهم. صحيح. يتناول دور اسود للمستشار احمد مكي، دور اسود للمستشار حسام الغرياني. يمكن انا هقول معاكي بهذه المناسبه، المستشار حسام الغرياني وهو رئيس في لجنه اعداد دستور الاخوان، كان قبلها رئيس بمجلس القضاء الاعلى. في هذا الوقت تقدم ضدي انا شخصيا ببلاغ، لاني فضحت في خبر نشر في جريده الاخبار ما يفعله الاخوان في اختيار اعضاء النيابه العامه، وكيف يتم محاوله اخوانه النيابه حتى في الاختيارات الجديده لوكلاء النيابه. فقدم ضدي بلاغ كان بيتهمني فيه بسبع اتهامات كانت عقوبتها جميعا الحبس. فانا كنت شاهد حي ايضا على جرائمه في حق القضاء وفي حق مصر في هذا الوقت. يعني من ضمن يعني كنت من ضمن القوائم، بس كان فيه قوائم للصحفيين وقوائم للمذيعين وقوائم للسياسيين اللي هم هيتحبسوا. حضرتك كنت هتتحبس. البلاغ بتاعه الحقيقه كان فيه سبع اتهامات عقوبتها جميعا الحبس الوقود. انتصرت الثوره العظيمه، فاحيل البلاغ الى نقابه الصحفيين لاتخاذ شؤونها فيه، والنقابه تاكدت من صدق كل كلمه كتبتها وتم حفظ البلاغ. ده عن حسام الغرياني. ماذا قال عن المستشار احمد مكي؟ المستشار احمد مكي كان وزير العدل، والمستشار احمد مكي كان المفترض انه يبقى حلقه الوصل بين النيابه والقضاء. المستشار احمد مكي كان طول الوقت بيقول انه من تيار استقلال القضاء ويدافع عن استقلال القضاء، فاذا به حين تم تعيين وزيرا لعدل الاخوان يتحول الى الصوت الذي يرهب القضاء ويهدد القضاء ويفرض إرادة الإخوان ويريد أن يملي إرادة الإخوان في قرارات النيابة العامة وفي قرارات المحاكم. الرجل المستشار عبد المجيد محمود حكى هذه الجزئيات بالتفصيل في حواره، ويمكن دي أسرار الحقيقة لأول مرة يحكى كيف قام الرئيس المعزول محمد مرسي لمجرد أن صحفي كتب مقال يستدعي النائب العام المساعد ويستدعي القائم بعمل عامل عام النائب التام للدوله ويستدعي المسؤول عن امن الدوله وقتها، عن الامن الوطني وقتها، ويستدعي المسؤول عن وزاره الداخليه، ويهددهم جميعا بان هذا الصحفي يجب ان يحبس. الاستاذ مصطفى بكري كان مقال كتبه في صحيفه الوطن. الحقيقه يعني اشياء يقشعر منها البدل، لانه هذا التدخل السافر في شؤون القضاء، هذا التدخل الذي لم يتكرر ولا اعتقد انه يمكن ان يتكرر في شؤون الوطن كله مش في شؤون القضاء وحده، اعتقد انه كان يستحق ان المستشار عبد المجيد محمود يتحدث. وعشان كده اعتقد ان انتهينا الى هذا الحوار اللي الحمد لله اعتقد انه بيلقى صدى واسع جدا، لانه لاول مره الرجل يتحدث مش بس من ثوره يونيو، هذه اول مره يتحدث فيها المستشار عبد المجيد محمود طوال تاريخ حياته الحافله. بس المستشار عبد المجيد محمود ظلم كثيرا يعني، وكان يقال عنه أشياء وأشياء، دفع عن نفسه إزاي في هذه الفترة وقال إيه ورد فعله برضو؟ يعني أنا عايزة حضرتك تقول لنا الكواليس اللي هي ممكن تكون يعني مش باينة قوي بين السطور. يعني كان مستهدف بشكل أساسي المستشار عبد المجيد محمود منذ أحداث يناير اللي انا بطلت عليه احداث الخريف العربي الحقيقه، لا علاقه لها بالربيع على الاطلاق. كان مستهدف بشكل قضائي بشكل رئيسي القضاء المصري، وفي قلب القضاء المصري النيابه العامه، لان هناك مفاصل النيابه العامه، النائب العام هو الذي يتحكم في كل قرارات النيابه العامه تقريبا، هذا هو نص الدستور والقانون،
وده اللي معمول بيه في العالم كله. ففي النهايه اذا استطعتي ان تختاري نائب عام بيتبع ليك بشكل مباشر زي ما الاخوان عملوا عند ابو عقصر المستشار العام جدا محمود المنصب، ولا يتبع القانون ولا يتبع السلطه القضائيه انما بيتبعك بشكل مباشر، فانت تتحكمي في كل قرارات النيابه العامه على مستوى مصر. وعشان كده كان هذا الاستجابة بشكل مباشر لهذا المنصب تحديدا، لمنصب النائب العام، لانه منصب النائب العام منصب خطير، منصب النائب العام قراراته تقريبا بتمس الشعب المصري كله في 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 كل في في كل يعني نحن نتحدث عن ملايين البلاغات وملايين التحقيقات السنويه التي يتم تقديمها للنيابه العامه. ولهذا كان تركيز الاخوان على ان يتم الاستئثار بهذا المنصب لانفسهم، وعلى ان ياتوا بنائب عام صنيعتهم وينفذ تعليمات مكتب الارشاد. كلنا عارفين انه الرئيس المعزول محمد مرسي لم يكن يتحدث، لم يكن صاحب قرار، ولم يكن ينفذ قرارات ولا يصدر قرارات، هي كانت تعليمات بتصدر من مكتب الارشاد. وعشان كده يعني زي ما انت تحدثت في البدايه ان كان شعار الثوره يسقط حكم المرشد، مش يسقط حكم محمد مرشد، لان مكتب الارشاد هو الذي كان يتحكم وهو الذي كان يحكم في هذا الوقت. طيب استاذ خالد، ايه اللي قاله كمان المستشار عبد المجيد محمود اللي يخلينا نقول ان احنا لازم بقى نرجع نكتب التاريخ من اول وجديد، ونحط هذه الشخصيات طبعا لابد ان تكون جزء من التاريخ، ولابد ان يكتبوا ذكرياتهم عن هذه الفتره المأساويه؟ يعني يكفي ان الرجل تحدث، يعني خلينا نتكلم شويه عن الجانب الايجابي في ثوره 30 يونيو. الرجل تحدث رغم انها كانت اصعب ايام في حياته، لكنها ما زال بيتذكرها في عيد الثوره السابع بانها اسعد يوم عدى على حياته في يوم 30 يونيو. تحدث عن الرئيس السيسي بشكل محايد جدا، لانه فعلا الرئيس السيسي عندما كان وزير الدفاع حمل الرجل روحه على كف واستجاب لاراده هذا الشعب في ثورته العظيمه، وخرج يوم 3 يوليو ليلقي بيان الخلاص كما ذكرت تماما، وليعلن انتصار اراده الشعب. انحاز الرجل الى شعبه والى شعبه وحده، وبعد ان انحاز الى شعبه الشعب اختاره. ده كمان كان جزء من فلسفه اختيار العنوان للملحق، انه يبقى الاختيار الشعب اختياره باغلبيه شعبيه كاسحه ليقود هذا الوطن في 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 فتره عصيبه جدا. وخلال 6 سنوات ما تحقق من انجازات زي ما ذكر حتى المستشار عبد محمود، ما تحقق من انجازات اعتقد ان التاريخ سيسطره بحروف من نور، لانه ما تحقق في 6 سنوات في مصر كان يحتاج الى 30 عاما على الاقل. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وبشكرك جدا، وبشكر طبعا الصحفيين اللي ساعدوا حضرتك في هذا الملحق المهم جدا. أعتقد أن هو يعني لازم يكون كل واحد عنده في البيت جزء من هذا الملحق الخاص بجريدة الأخبار، لأنه فعلا بدأنا نكتب بقى أجزاء مهمة جدا في تاريخ ثورة يونيو، وإزاي قبل الثورة كنا إيه، وبعد هذه الثورة أصبحنا إيه، ولسه ياما هنكشف عن أسرار أخرى كانت حبيسة الأدراج. الصحف المصرية كمان ما ننكرش، وكل الإعلام يعني سواء الإعلام المرئي أو الإعلام المكتوب، لعب دور مهم جدا في ثورة يونيو، وده ظهر في طريقة التعامل مع البيان التاريخي يوم 3 يوليو. جريدة صوت الأمة رصدت ده وقالت إن في جرائم إخوانية تحت وهم الشرعية كانت بترتكب في ذلك الوقت، حين كتب المصريون نهاية الجماعة الإرهابية. مش عارفين ابدا مين اللي كان مع ومين اللي كان ضد، لكن في بعض الناس الحقيقه اللي كانت واضحه جدا وظهرت بصوره تدعو ان احنا نقول ان فعلا كان الناس دي جريئه، وكان ما بيهمهاش يتقال عنها ايه، وكان ما بيهمهاش انها ممكن تتعرض لاغتيالات لا قدر الله، وكان منها الكاتبه الصحفيه ساميه زين العابدين. هي معانا دلوقتي، ازيك يا استاذه ساميه؟ اهلا، ازيك يا استاذه رانيا؟ الحمد لله. انت كنت جريئه جدا، وكنت بتعملي مظاهرات وضد الاخوان، وهم يعملوا مظاهرات في التحرير تروحي انت نازله لهم في العباسيه، ايه الجراه اللي كنت فيها دي، وكنت شايفه ايه احنا ما كناش يعني واخدين بالنا منه؟ اكيد يعني كان في تعرضتي لمحاوله اغتيال، تعرضتي لتهديدات، احكي لنا كده الكواليس. بصي انا تعرضت طبعا لمؤامرات منهم، والجراه دي انا اكتسبتها يا رانيا، واسمحي لي اقول لك يا رانيا ان احنا اصحاب طبعا يا حبيبتي وعشره، وكنا بننزل مع الشؤون المعنويه وبننزل شغل تماما من الافرول اللي انا كنت بلبسه، وانت عارفه ان انا كنت بلبس افرول، من اسرتي اللي كان فيها 5 شهداء قبل الشهيد عادل جول، من خوفي على بلدي. انا كنت بنزل لهم مظاهرات وما كنتش بخاف ومش هممني، لاني انا ما كانش عندي حاجه اغلى من مصر. مصر دي بالنسبة لي هي روحي،
زي ما هي روحك، زي ما روح كل إعلامي وطني شريف. طيب إحنا كنا في عصر نكون أو لا نكون، صحيح، يعني بلدنا نسيبها تنتهي، يعني البهوات اللي انت شايفاه جايبينهم على الشاشة دول يحكمونا؟ لا طبعا. أنا ما كانش ممكن أسكت، عشان كده كنت بنزل لهم وعامل لهم مظاهرات، ويكفيني فخرا إن أنا كنت رقم 22 في كشف المعتقلين، لا يكفيني فخرا. الحاجة الثانية، وكانوا بيهددوا باغتيالنا، الحاجة الثانية إن أنا ليا الفخر إن القوات المسلحة المصرية اللي أنا دخلتها وأنا لسه متخرجة من الجامعة ولسه بالضفاير زي ما بيقولوا، عشت أحسن وقت ممكن أي حد يتخيله. حضرت المشير أبو غزالة في آخر سنة، والفريق أول صبري أبو طالب، ثم المشير حسين طنطاوي اللي التاريخ هيكتب اسمه بأحرف من النور. هذا الرجل الذي عدى بالسفينة لبر الأمان فله كل التحية النهاردة، واحنا بنحتفل ب 30 يونيو ان احنا نقول له كل سنه وانت طيب، لان هو ادى دور غير عادي. وبالتالي احنا النهارده ما نقدرش ننكر الدور اللي عمله القوات المسلحه. ما كانش ممكن ان انا اسكت بعد 25 يناير ويوم 28 فبراير تحديدا، لما خرجت من خيمه في خيم التحرير تقول يسقط يسقط حكم العسكر. هنا الشعب المصري كله يا استاذه رانيا انتفض وخرج. ليه؟ لان المؤامره بانت بكل وضوح ان الهدف تكسير القوات المسلحه المصريه، بانت كويس جدا هم عايزين يعملوا ايه. والمؤامره دي مش مؤامره من الاخوان، لا، دول حضرتك تابعين، دول عرايس المارونيت اللي كانوا بيتحركوا، لان اللي كان بيحركهم اجهزه استخبارات في بريطانيا وفي امريكا وفي اسرائيل. هنا كان لازم ننزل بقى، وكنا احنا حزب الكنبه، وعشان كده شلنا كنبه وكسرناها وقلنا احنا حزب الكنبه، كسرنا الكنبه، لان ما كانش ممكن نسمح ليهم باي شكل من الاشكال ان الدوله المصريه تنهار. احنا انتصار 30 يونيو يا استاذه رانيا بدا يوم 25 يناير، تماما زي انتصار اكتوبر 73 بدا يوم 9 و10 يونيو 67، عندما خرج الشعب المصري يهتف في 9 و10 يونيو يقول سنقاتل سنقاتل سنقاتل. هو ده الشعب المصري، الإرادة المصرية. ما كانش ممكن نقف ساكتين. ويكفيني فخرا ان انا بعد مرسي ما تقلد الحكم في 30/6 ان انا حفرته انا والشعب المصري في الاتحادية في شهر 8، لان ما كانش ممكن نسكت. يعني احنا استحملنا شهر ونص وعملنا له الوقفة دي، فما كانش ينفع. مش هو ده بتاع الخاطفين وحافظوا على حياة الخاطفين والمخطوفين يا أستاذة رانيا؟ مش هو ده الخاين العميل اللي ارتكب جريمة من أبشع الجرائم لما عساكرنا يتم اغتيالهم والبلح في بقهم في رمضان؟ مش هم دول اللي قتلوا ظباطنا وعساكرنا من رجال الجيش والشرطة، وقتلوا في الكنائس وقتلوا في الجوامع؟ مش هم دول اللي حرقوا أكتر من 80 كنيسة وأكتر من بيت في للمسيحيين؟ مش هم دول اللي حرقوا وعملوا محرقة سواء بقى من أيام 52 قبل الثورة ودلوقت ما تاريخهم أسود؟ ما هم دول اللي هللوا وهم قاعدين في رابعة إن الأسطول السادس هيجي مصر؟ تماما. هم دول اللي هللوا على انهم متصورين ان الجيش المصري كان هيسكت، والجيش المصري علم عليهم، علم عليهم لما طيارات الميج 21 طلعت فوق المدمرات الامريكيه، لما الغواصات المصريه نزلت تحت هذه المدمرات. هنا عرفوا ان هم في مرمى نيران الجيش المصري فمشوا. وقالت الكلام ده كلينتون في كتابها. احنا مش عايزين ننسى وعايزين نفكر الشعب المصري ان احنا النهارده كان بيحكم الدوله المصريه عصابه، شويه عصابه بتحركهم اجهزه استخبارات. احنا 30 يونيو هي عوده الروح للدوله المصريه، للشعب المصري العظيم اللي وقف وقال لا، وعمل وكتب في استمارات تمرد وقال لهم ارحلوا. احنا كنا بنهتف وبنقول ايه؟ يسقط يسقط حكم المرشد.
لان اللي كان بيحكمنا مش مرسي، اللي كان بيحكمنا خيرت الشاطر والمرشد، احنا اللي كان بيحكمنا اجهزه استخبارات بتقول لهم اعملوا واحد اتنين تلاته. عشان كده كان لازم يونيو، كانت لازم الثوره دي تقوم. ليا الفخر ان انا كنت من المشاركين فيها من اول 28 فبراير بعد تنحي مبارك وتسليم السلطه للجيش المصري الوطني لحد ما قامت الثوره بتاعتنا في 30/6، وهنفضل واقفين. اوعى تفتكر يا رانيا ان احنا الحرب وقفت. اجهزه الاستخبارات بتحاول بشتى الوسائل. انت النهارده لاول مره حدودك الاربعه مهدده من الشمال الشرقي ناحيه اسرائيل للغربي ناحيه ليبيا، للجنوب تحت ناحيه السودان واثيوبيا، للشمالي ناحيه الاسكندريه. احنا عمر مصر ما تهددت الا من كان من ناحيه واحده، القطاع الشمالي الشرقي واحيانا البحر الابيض المتوسط. عمر ما مصر تعرضت حدودها الاربعه لهذا الهجوم الشرس. ليه؟ لان في دول عايزه تفتتك. مش لما طلع كيسنجر وكونداليزا قالت الشرق الاوسط الكبير، يعني احنا 27 دوله عربيه هم كانوا عايزين يعملونا 140 دويله عشان تبقى اسرائيل الكبرى هي اللي بتتحكم في العالم. هو ده حلمهم، هو ده حلمهم، واللي مش هيحصل ولا هيكون طول ما احنا الشعب المصري وجيشه في رباط الى يوم الدين غصب عنهم. الكلام ده مش كلامي، ده كلام الرسول من 1800 سنه عليه الصلاه والسلام. احنا شعب وجيش واحد، احنا حبل السري من الشعب المصري بيوصل لجيشه اللي هم اولاده. الجيش ده اولاد مين؟ ما هو اولاد مصر. هي الشرطة دي ولاد مين؟ ما هو ولاد مصر. الأطباء، ما هم ولاد مصر. الإعلاميين أنا وإنتي، إحنا ولاد مين؟ ما إحنا ولاد الشعب المصري. إحنا ليه متخيلين إن في بعض الناس تيجي وتقول لك أصل ما خلاص؟ لا، ما فيش خلاص. إحنا في طار بايت بيننا وبينهم، في دم بيننا وبينهم، بيننا وبين إسرائيل، بيننا وبين أجهزة الاستخبارات، بيننا وبين الدول اللي واقفه معاديه، بيننا وبين اسرائيل الى يوم الدين. احنا هنفضل، ما احنا الشعب المصري اتكتب علينا ان احنا نفضل واقفين كده عشان ندافع عن الارض المصريه. افتكري كده ستات بورسعيد عملوا ايه في القوات بتاعه الانجليز والفرنسويين وهم نازلين في بورسعيد بالمظلات؟ ذبحوهم. ذبحوهم بايه؟ بغطيان الحلل. ده الشعب المصري على مر التاريخ شجره الدر عملت ايه؟ شجرة الدر وقفت لما جوزها مات وراحت عاملة واخفت الخبر عن الجيش عشان الجيش ينتصر. طيب احنا عندنا الملكة حتشبسوت وصلت لحد فين؟ وصلت اوروبا، وصلت الحبشة. احنا شعب محترم، شعب ما بيتعداش على حد، ولكن اللي هيقرب مننا هيتفرج ويشوف. هندافع ستاتنا ورجالتنا قبل اي حد. هي دي مصر، هي دي مصر. انا مقدره جدا يعني حماسك، وانا بحب حماسك ده الحقيقه يعني، واحنا عايزين كلنا يبقى عندنا نفس الحماس ده، لان مصر لسه محتاجه لنفس روح طبعا فوره 30 يونيو. بشكرك شكرا جزيلا للكاتبه الصحفيه ساميه زين العابدين على هذه المداخله. بشكركم مشاهدينا، لسه مكملين معاكم بعد فاصل قصير، خليكم معنا. اهلا بكم من جديد. مفيش شك ان الدول العربيه الصديقه كان لها دور مهم جدا لمؤازره مصر في ثوره يونيو. الكويت، السعوديه، البحرين، وايضا الامارات العربيه المتحده. الصحف العربيه كمان تعاملت بمنظور ايجابي جدا مع ذكرى ثوره يونيو، وخاصه الذكرى السابعه اللي احنا بنعيشها في الفتره الحاليه. وكتبت كتير عن خروج الشعب المصري على حكم الإخوان، خصوصا مع انكشاف المؤامرات اللي كانت بتحدث في مصر في ذلك الوقت بالتعاون ما بين الإخوان والنظام التركي بزعامة أردوغان. وكتبت الصحف العربية إن حدث تصحيح للصورة مش بس في مصر ولكن على مستوى العالم العربي وعالميا أيضا في مواجهة تشويهات وأكاذيب الإخوان. جريدة الرؤية كتبت وقالت ثورة 30 يونيو بداية النهاية لمشروع أردوغان الاستعماري. عايزين بقى نشوف ايه اللي بيحدث وايه اللي بتكتب خاصة في الصحافة العربية عن هذه الذكرى السابعة لثورة يونيو. معانا دلوقتي من الإمارات الكاتب الصحفي الإماراتي عبد الله المطوع. مساء الخير يا أستاذ عبد الله. مساء الخير أستاذ العزيزة ومشاهدينك الكرام.
اهلا بحضرتك. قول لنا احنا دلوقتي واحنا بنحتفل بالذكرى السابعه لثوره يونيو، الحقيقه كان في يعني مؤازره كبيره جدا من الدول العربيه الصديقه، الامارات العربيه المتحده، السعوديه، الكويت، البحرين. ايه اللي بيتكتب دلوقتي في الصحف وحضرتك موجود داخل الامارات العربيه المتحده؟ عايزين حضرتك ترصد لنا ماذا يكتب عن هذه الثوره وعن نجاح الثوره وعن مؤازره الشعب المصري لكل للقوات المسلحه وايضا مؤازره القوات المسلحه للشعب المصري لاسترجاع مصر من جديد. حقيقه يعني نحن نهنئ نفسنا اول بهذا الانتصار العربي ل 30 يونيو، ونهنئ مش الاشقاء، اخواننا في جمهوريه مصر العربيه من القياده وايضا الشعب المصري، ايضا الجيش المصري العظيم، القوة العربية التي حقيقة أوصفت هذا المخطط الإرهابي بتقسيم المنطقة. أقف عند كلمة أشرت إليها حقيقة، هناك كانت مخططات عربية يعني تقسيم المنطقة، ولكن كانت هناك قوة عظيمة تقودها أيضا دول عربية، مثل ما شفنا دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية كان لها حضور كبير بمساندة الشقيقة العظمى والكبيرة مصر في ملحمة رائعة حقيقة انتصر عليها الشعب المصري على قوى الإرهاب. هذه الملحمة كانت رائعة، خرج فيها الملايين من شرفاء مصر للتصدي لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي يوما عن يوم ينكشف حقيقة الستار وتسقط الأقنعة لهذه الجماعة التي عاشت خلال عشرات السنوات تحت مظلات إرهابية تعمل على زعزعة وأمن المكتسبات الوطنية في المنطقة العربية، وكانت هناك يعني مخطط في مصر. هذه القوة الشعبية بقيادة حقيقة القوات المسلحة المصرية التي ساندت أبناء الشعب المصري في ثورته هذه المديدة كان لها دور حقيقي تاريخي وعظيم يشار إليه بالبنان في هذه المرحلة الحرجة. هذا الانتصار هو انتصار لنا نحن كعرب قبل أن يكون للشعب المصري، ليس هو انتصار فقط للمصريين في جمهورية مصر العربية، لكن مثل ما أشرنا وعدنا أكثر من مرة بأن هذه المخططات بعض القوى الأجنبية لبعض الجماعات الإرهابية كانت تعمل على نشر الفوضى والإرهاب في مصر والوطن العربي، وكانت حائطة يعني حائط كبير من قبل الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية للتصدي هذا التقسيم العربي. والحمد لله اليوم نحن 7 سنوات كانت مثمرة على جميع الأصعدة التي كانت على المستوى إن كان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي في جمهورية مصر العربية. اليوم نحن نرجع لبعض التقارير العالمية الاقتصادية تتحدث عن نمو يعني ربما هو الأفضل في المنطقة الشرق الأوسط للاقتصاد المصري. أيضا نقف عند نقطة مهمة جدا، يقظة الشعب المصري، انحياز الشعب المصري باتجاه الجيش المصري العظيم، وأيضا هذا الانحياز كان متبادلا من قبل هذا الجيش العظيم. أيضا نقف عند دور دولة الإمارات حقيقة. أنا شخصيا كنت راصدا لزيارات متكررة كإعلامي، وكنت مع أحد الأسواق الإعلامية التي تعمل على تغطية ورصد التعاون المصري الإماراتي في المشاريع التنموية التي يشرف عليها الجيش المصري العظيم حقيقة خلال هذه المرحلة، والتي صراحة كانت تسابق الزمن في إنجازاتها، والتي عادت حقيقة اليوم كنا نشاهد في خلال السنوات الماضية عشرات السنين لإنجاز مشاريع اليوم تنجز في عشرات الأشهر فقط، ليست من سنوات إلى أشهر، 10 شهور ينجز فيها حقيقة مشاريع ضخمة تعود بالنفع على الشعب المصري والمنطقة العربية. اليوم أيضا نشاهد يعني ثورة 30 يونيو تمثل حقيقة كانت بداية حقيقية لتأسيس دولة ديمقراطية حديثة تعتمد على سواعد أبنائها.
مشاركة أبناء مصر اليوم في البرلمان وفي أيضا المحافل الدولية الخارجية ومتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأدق التفاصيل حقيقة كان لها دور حقيقي في نشر الديمقراطية الحديثة لأبناء مصر. أيضا على مستوى الحكومة اليوم نشاهد حقيقة دعم متواصل وخبرات متبادلة ما بين الشعب الحكومة الإماراتية والحكومة المصرية، تزايد في عدد السياحة أيضا خلال السنوات الماضية معدل ارتفع جدا. اليوم نحن نشاهد في دولة الإمارات أعلى جالية عربية متواجدة بالأرقام هي الجالية المصرية. أيضا دولة الإمارات تلعب دور مهم في تفعيل الاستثمار الاقتصادي في مصر من خلال مشاريع استثمارية إن كانت على الجانب البنكي المالي أو الأمن الغذائي. هناك الصراحة تبادل أيضا عسكري، هناك حقيقة نشاهد مشاركة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الذي لعب دورا أساسيا في محاربة جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة العربية، كان من أول من تنبأ بخطورة هذه الجماعة. طيب أنا عايز أتوقف بقى عن النقطة دي أستاذ عبد الله. الإمارات نفسها عانت من ويلات الإخوان المسلمين أو الإخوان المتأسلمين، قول لنا إزاي تعاملت دولة الإمارات مع الإخوان وإزاي قدرت إنها تواجه هذه الأزمة في الفترة دي؟ حقيقة ما قامت به دولة الإمارات هو مثال يشار إليه بالبنان في تعاملها الحرفي من خلال كشف خطورة جماعة الإخوان المسلمين، من خلال برنامج يعني ساعد على تحقيق وعي المجتمع الإماراتي. حقيقة المجتمع الإماراتي لديه انتماء والتفاف ربما لا مثيل له من خلال حب الشعب لقيادته وحب القيادة لشعب دولة الإمارات حقيقة ومواطنيها. هذا ما كان يعزز حقيقة توجيهات ونظرة القيادة من خلال عملها لكشف مخططات هذه الجماعة التي صراحة كانت تعمل على يعني دعم العمل الإرهابي إن كان خارجا، ومثل ما عرفنا كان البوب الذي كان يدعم هذه الجماعات على مستوى المنطقة العربية كانت هناك مخططات بإسقاط الأنظمة وكشفت حقيقة. اليوم نشاهد خيمة القذافي الدويلة يوم يكشف بعضها، أنا كان لي تواصل حقيقة مع أحد المسؤولين يقول ما كشف اليوم هو نسبة ما تكتمل 10% من ما هو موجود من أسرار كانت تعمل عليها من جماعة الإخوان المسلمين في إسقاط بعض الأنظمة، وهذا يعني حلم لم يتحقق ولن يتحقق لأن ثقافة المجتمع الخليجي حقيقة نظام مرتبط ومتأصل كان في دولة الإمارات. احنا عندنا يا أستاذ عبد الله في مثل مصري بيقول القدرة تغلب الشجاعة، لما وده اللي احنا يعني محتاجينه في الفترة دي، لما تتكتل كل الدول العربية وتؤازر بعضها البعض بالتأكيد هتتغلب على كل من يحاول أن تسول له نفسه وأن يخطط لهذه الدول أو يتدخل في حرياتها الشخصية. بالفعل مثل ما أشرت هذا مهم جدا، ومثل ما نحن يعني في دولة الإمارات نعتبر أقوال المؤسس الشيخ زايد طيب الله وثراه هي دستور ومنهج لكل أبناء دولة الإمارات من بنات أو شباب حتى على مستوى القيادة. عندما كان يشير في بدايات القرن الماضي عندما يقول أن قلب الأمة العربية هي مصر، مصر هي صمام الأمان، أيضا هذه التصاريح نشاهدها تتكرر من حين إلى حين على مستوى القيادة الموجودة حاليا. كان تصريح قبل فترة لنائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، وأيضا الشيخ محمد بن زايد، وأيضا سيدي رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، كلها تؤكد بأن صمام الأمام لاستقرار المنطقة ودعم أمن واستقرار المنطقة هي قلب المنطقة العربية هي مصر. فلذلك نحن عندما تتوحد الأصوات وتتوحد الرؤية وتكون هناك هدف واستراتيجية واضحة لعمل منهجية تعمل على رفاهية أبناء المنطقة وسعادتهم، يعني دعيني أشير إلى نقطة ربما يعني خارج عن الموضوع، يعني سعاع الأمل الذي تطلقه دول المنطقة من قيادات حكيمة ورشيدة من حين إلى حين تعطي نفس أمل لأبناء المنطقة. اليوم كان عندنا تعبير
الى 14 اقل من 14 يوم لاطلاق اول مسبار اطلق عليه مسبار الامل الى المريخ. هذه توجيهات القياده الاماراتيه. الشيخ محمد راشد احنا بنتابع طبعا كل ما يحدث في الامارات الشقيقه. بشكرك شكرا جزيلا لكاتب الصحفي الاماراتي عبد الله المطوع على هذه الايضاحات. طيب ما حدش ينكر ابدا ان الاقتصاد المصري تغير بصوره الحمد لله ايجابيه بعد ثوره 30 يونيو. كان الاقتصاد منهار وكانت الناس بدات تشتكي، ما كانش فيه بنزين، ما كانش فيه ممكن انبوبه البوتاجاز نفسها كنت بتحصل عليها بصعوبه، ولو لقيتها هتلاقيها في السوق السوداء. كان في حاله من الانهيار، لكن الحقيقة تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد بتشهد له كل الاقتصادات العالمية بأنه قفزة إيجابية كبيرة جدا، وده يمكن واضح جدا الحمد لله في قدرتنا على مواجهة أزمة فيروس كورونا في الفترة الحالية. الصحف العربية والعالمية عدد كبير جدا رصد هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال موقع العين الإماراتي أبرز في تقرير له الجانب الاقتصادي وقال بعنوان كده: مصر بعد 30 يونيو الاقتصاد يتعافى ويربح المعركة. كمان سي ان ان موقعها قال في نسخته الإنجليزية قام باستعراض إنجازات الاقتصاد المصري، وده كمان نقله موقع مبتدأ، وموقع الشرق الأوسط نقل الإشادات الدولية بصمود الاقتصاد المصري في مواجهة فيروس كورونا. الحقيقة بدأ الكل يؤكد أن الاقتصاد المصري قدر بالفعل يتعافى بعد ثورة 30 يوليو، ولسه إن شاء الله يعني في قفزة اقتصادية قادمة، ولولا أزمة كورونا كان من الممكن أن الاقتصاد المصري يكون أقوى بكثير، لكن الحمد لله أن احنا قدرنا نصمد، لأن في كتير قوي من الدول للأسف انهارت في أزمة كورونا، ويمكن أكيد حضراتكم شايفين على مستوى العالم. خلوني أرحب بضيفي دلوقتي الكاتب الصحفي بالأهرام المتخصص في الشأن الاقتصادي عبد الناصر منصور، نتكلم معاه أكتر عن ما رصدته الصحافة عن الاقتصاد المصري بعد ثورة يونيو. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. قول لنا يا استاذ عبد الناصر، ماذا رصدتم في الصحافة عن تغير الاقتصاد المصري بعد ثورة يونيو؟ ماذا كنا وكيف أصبحنا؟ بالتأكيد المواطن المصري يشعر بهذا التحسن الغير مسبوق على مستوى جمهورية مصر العربية، سواء كان في القاهرة الكبرى أو في جميع محافظات الجمهورية مدن وقرى. ده ملحوظ من خلال توافر فرص عمل او يعني انخفاض البطاله من 13.5% قبل 30 يونيو 2013 الى 7.7% حاليا رغم الازمات التي واجهت العالم كله وهي فيروس كورونا. اعتقد ان هذا ناتج عن العديد من الامور الاقتصاديه التي تحققت على ارض الواقع، سواء كان في مشروعات خاصة بالاستثمار، حل مشكلة الطاقة نهائيا، الطاقة الممثلة في الكهرباء، البنزين والسولار والغاز، أيضا طاقة متنوعة سواء كان طاقة عادية من محطات طاقة قديمة مثل ما كانت موجودة من قبل، تم تحسين وضع الشركات او المحطات الموجوده بالفعل، وزياده محطات جديده سواء كانت في العاصمه الاداريه او البرولوس او بني سويف، وهي ساهمت بشكل كبير جدا ليس فقط في توفير الطاقه ولكن في مضاعفه الانتاج منها، مما اصبح لدينا فائض للتصدير سواء كان لدوله السودان الشقيق وهو ما يتم عليه حاليا، وايضا المملكه العربيه السعوديه، وامكانيه التصدير الفائض ايضا لدول اوروبا سواء كان كهرباء او غاز الذي تم اكتشافه مؤخرا في البحر المتوسط نتيجه عمليات ترسيم الحدود البحريه التي حددت المياه الاقليميه لمصر وساعدت في امكانيه ان يكون هناك شركات دوليه تنقب عن البترول والغاز في الاراضي او المياه الاقليميه المصريه. هذا كله انعكس بالايجاب على المواطن المصري، خاصه ان توافر الطاقه استطاعت ان من خلالها اي مستثمر ان يدخل بامواله للسوق المصري لبناء مشروعات جديده سواء كان مشروعات صناعيه أو مشروعات زراعية أو سياحية،
او مشروعات في مجال العقارات، او كلها من المشروعات التي تحل مشاكل كثيره للمواطن المصري اولا، ثم تساعد الاقتصاد بشكل عام على النمو والازدهار وتصدير ما الفائض من السوق المحلي للخارج ليعود علينا بال بعملات اجنبيه اخرى. طيب ازاي من الممكن نستفيد من الازمات؟ يعني في اقتصاد بينهار في الازمه، وفي اقتصاد بينتعش اكتر بعد الازمه، واحنا في ازمه كورونا. الاقتصاد المصري الحمد لله لم ينهار، ولكنه تاثر مثله مثل كل الاقتصادات على مستوى العالم. ازاي من الممكن الاقتصاد يستفيد من الازمات، يعني يحولها الى مصدر قوه وليس مصدر ضعف؟ هو أولا الذي ساعد على صمود الاقتصاد المصري من الانهيار هو عملية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة منذ 2016، وحقق نجاحات كبيرة جدا، ساعد على جذب الكثير من الاستثمارات سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية، وفر فرص عمل كثيرة جدا. لكن في نفس التوقيت هناك يعني عندما يكون في مشكلات، لكن هناك شركات او بعض القطاعات التي تستفيد من الازمه، مثل قطاع الاتصالات على سبيل المثال الذي انتعش وحقق انتعاشه كبيره جدا، وساعد في حل مشكلات كثيره للشركات، خاصه ان بعض الشركات تعمل اونلاين، ويعني حسب يعني الفكره التي نفذتها الدوله، وهو العمل او الالتزام بالمنزل. حتى من الممكن يعني ان هو يكون ده اكتر حاجه فعلا تفيدنا في هذه لو الأزمة. في حاجه اخرى ايضا، القطاع الزراعه الذي حقق طفره غير مسبوقه، وهناك يعني نلمس هذا جيدا من عمليات التصدير، ويعني لم يشعر المواطن المصري في الشارع في اي مكان باي ازمه في السلع الغذائيه، سواء كانت خاصه بالسلع الخضروات او الفاكهه او العيش او ما الى ذلك، كل هذه موجود وبوفره وبسعر مناسب جدا بلا مغالاه وبلا ازمات وبلا طوابير وبلا اي مشكله يعني تواجه اي مواطن في اي مكان على مستوى الجمهوريه، سواء كان في مدينه او قريه او حتى في منطقه نائيه، وحتى الاماكن التي يعني مثل سيناء يعني يتوفر فيها كل احتياجات المواطن الحمد لله. يعني كل نعم. شيء مع وده ملموس نعم. وصلت الصورة. أنا بعتذر لضيق الوقت، بشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي والمتخصص في الشأن الاقتصادي بالأهرام عبد الناصر منصور على هذه الإيضاحات، وبشكركم مشاهدينا. بكرة إن شاء الله يوم الخلاص، بكرة هنحتفل بمرور 7 سنوات على يوم الخلاص 3 يوليو. أعتقد كلنا لنا ذكريات حلوة جدا وإيجابية، وفخورين بنفسنا جدا إن إحنا كلنا شاركنا حتى نصل لهذا اليوم. بكرة إن شاء الله منشط جديد مع رانيا هاشم. إلى اللقاء.